السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جاتبك وسالي بيان. اليوم رجعت لكم فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم فيه الوصفه ديال لي كروكيت ديال البطاطا معمرين بالشيدار، وما كيجيو بناني بزاف ولذاذين. تقدروا تسميوها حتى معقوده كما تقرايتها خلاتها اختي، وما كيجيو بناني بزاف، واهم حاجه انه ساهلين وما فيهمش بزاف ديال المكونات بزاف. دونك بلا ما نطول عليكم نخليكم على فيديو. مهم البنات، المكون الرئيسي في هذه الوصفه هو البطاطا او البطاطس. دونك كيف ما كتشوفوا استخدمت البطاطا اللي كتجي هكا صغيره بزاف، حيت فريمون كانت عندي منها بزاف، وصراحه ما كيعجبنيش نستخدم هكا بطاطا ملي كتكون صغيره في هكا في الفريت ولا في الطياب العادي في الطاجين ولا شي حاجه، حيت فريمون كتعذبني في المقياس. كيف كنفضل انني نستخدمها في هاد لي غوسيت هكا اللي كتكون فيهم البطاطا مسلوقه. دونك خذوا الكميه اللي غادي تحتاجوا، المهم انا سلقت هاد الكميه كلها ولكن ما استخدمتهاش كلها. خذوا كميه ديال البطاطا اللي غادي تحتاجوا، كيف ما قلت لكم غسلتها كيف ما كتشوفوا، من بعد درتها تسلق هكا في مليحه والماء، الطريقه المعتاده بطاطا مسلوقه. المهم البنات، من بعد ما تسلقت البطاطا ديالنا انا خديت هاد الكميه هي اللي غادي نستخدم. كيف ما قلت لكم في الاول ما غاديش نستخدم هذيك البطاطا كلها، بديت كنقيها. فريمون هاد ليطاب خصكم ديروها وهي مازال سخونه، هنا كانت فريمون البطاطا مازال سخونه، راكم كتشوفوا هذاك البخار طالع، ومره مره كنمشي نغسل يدي وكنرجع حيت كتحرق في اليد. نتوما ديروا، حاولوا انكم تفزكوها بالماء بارد ولا شي حاجه باش ما تحرقكمش، مي هاد ليطاب مهمه انكم ديروها والبطاطا كتكون مازال سخونه، باش منين كتجيو تماكوها كتماك لكم كلها وما كتقصحش. راكم عارفين البطاطا منين كتبرد واحد شويه كتقصح وكتشد في راسها، كيفي ما غاديش تماك لكم مزيان. دونك حاولوا انكم هاد ليطاب تسرعوا فيها. صافي قشرتها مهم البنات، من بعد ما قشرت البطاطا ديالي دابا خديت هاد اللعيبه هادي باش كيمحكوا بطاطا ولا كيمعصوا بطاطا، كيف كل واحد كيفاش كيقول ليها. المهم الا ما عندكمش هاد اللعيبه خذوا غير فرشيطه ومعصوها هكا عادي. دونك هاد اللعيبه راه كاينه في بارتو، يعني في مرجان في كارفور، هادي خصيصا البطاطا مسلوقه هكا كتمعكوا بها، ولا الخضرة المهم اللي مسلوقه كتمعكوا بها هكا. دونك كيف ما كتشوفوا راه البطاطا مازال سخونه، خصكم تمعكوها مزيان حتى ما يولوش فيها الطريفات، لهذا قلت لكم خصكم ديروا هاد ليطاب باش منين تكون البطاطا مازال سخونه. كيف ما كتشوفوا راه مازال بالبخار ديالها عندك، والبنات غير لا تمشيو ديروها في شي طحانه ولا شي حاجه باش زعما تطحنوها وتسهلوا عليكم القضيه. لا لا لا، هاد الخطا كنت كنرتكبو انا بزاف ديال المرات وما كنتش كتصدق لي، كانت كتحل ليا. وصافي البنات، من بعد ما معستها مزيان كتولي داير بحال الشكل ديال شي عجينه ولا شي بات هكا. دونك هنا دزت العطريه، نتوما ديروا العطريه اللي كتبغيو اللي كتبغيو زعما في الماكله ولا اللي متوفره عندكم. المهم انا درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الشاونيه، شويه ديال الابزار بيض، شويه ديال الثومه باودر، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال المعدنوس هكا مجفف، وشويه ديال الهريسه، وزدت عليهم واحد البيضه، وصافي جمعت الخليط. دونك البنات، هنا غادي ندوزو نوجدو الخليط اللي غادي ندوزو فيه لي كروكيت هما الاولين قبل ما نديروهم في لاشابلو وقبل ما نقليوهم. دونك خديت 3 ديال المعالق ديال الطحين، زدت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، وزدت عليهم شويه ديال الخميره. نورمالمون كندير الخميره الفوريه ديال العجينه، الخميره الفوريه، ولكني قلبت عليها ما لقيتهاش. كيفي درت شويه ديال الخميره ديال الحلوه، نتوما الا عندكم الخميره ديال العجينه الخميره الفوريه خصكم هي اللي ديروا، الا ما عندكمش ديروا هذه قديو ديال الحلوه وصافي. من بعد خلطت داكشي بالماء، خاص الخليط يجي بحال الشكل ديال الخليط ديال الكيكه، ما يجيش ثقيل وما يجيش جاري، راكم فهمتوني شنو بغيت نقول لكم، بحال الخليط ديال الكيكه.
وصافي. وصافي البنات، دابا غادي نخليو الخليط ديالنا يرتاح والخميره تتفاعل لينا، وغادي ندوزو نكورو البطاطا ونعمروها بالجبن. دونك انا كيف ما كتشوفوا استخدمت الجبن الشرائح من عند شي دار ديال شي دار. الا ما عندكمش هذا الجبن ديال الشرائح تقدروا ديروا غير الفرماج ديال المثلثات، ولا اي نوع ديال الجبن عندكم، مبشور ولا عادي، المهم اي حاجه، اي جبن عندكم متوفر في البيت ديالكم تقدروا تستخدموه. سينو الا ما متوفر عندكم حتى شي فرماج، ماشي بالضروره انكم ديروها بالفرماج، هي كتجي حتى بلا فرماج كتجي زوينه. غير نتوما الا بغيتو نقولوا الا بغيتو زعما تبنوا فيها وتفنوا فيها ديروها بالفرماج، سينو ما تكلفوش راسكم. الا ما عندكمش ما ديروهش. صافي كنبقى نكورها هكا كويويرات صغيورين. المهم انا درتهم شويه كبارين حيت ما فيا اللي نبقى جالسه نص ساعه وانا كنقلي فيهم. دونك هكا ودرت واحد، كندير واحد التقيبه هكا، ومن بعد كنحط الفرماج وكنحاول انني نسد مزيان باش داك الفرماج منين يكون كيتقلى ما يسيحش ليا. وهنا البنات من بعد ما ارتاح الخليط وكورت هذيك البطاطا ديالي، خديت لاشابلور. بالنسبه للناس اللي ما عندكمش لاشابلور يعني مشريه واجده، تقدروا تصايبوها غير بالدار. شدوا الخبز الا كان شايط عندكم، ديروه في الفران يتكرمل واحد شويه وطحنوه، وهكا غادي تحصلوا على لاشابلور. دونك صافي، من بعد غادي ناخذ هذيك الكويرات ديالي، غادي ندوزهم في داك الخليط ديال الدقيق اللي درت، وغادي ندوزهم في لاشابلور. يعني عادي جدا وسهله مهله. دونك غير هو حاولوا انكم تكونوا كدوزوها في داك الخليط من جوتي، وحاولوا انكم ما تقبوش داك البطاطا باش هكا ما يمشيش يسيح لكم الفرماج منين تجيو تقليوها. غير بشويه هكا، تحاولوا انكم ديروها غير بشويه. من بعد البنات ما كملت الكميه ديال البطاطا كلها اللي كانت عندي، دابا غندوزو نقليوهم. خاص البنات ضروري الزيت تكون سخونه مزيان في الاول، من بعد عاد تنقصوا العافيه. يعني في الاول من تجيو ترميو لي كروكيت ديالكم في الزيت، خاص الزيت تكون سخونه مزيان باش هكا ما يتحلوش ليكم. ولكن من بعد حاولوا انكم تنقصوا شويه العافيه باش هكا لي كروكيت يطيبوا من برا ومن الداخل مزيان، ما يتحرقولكمش من برا ومن الداخل يبقى داكشي هكا كخضر. ايوا البنات، هادو هما لي كروكيت ديالنا من بعد ما كيطيبوا بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوهم، الا جربتوهم ردوا عليا الخبر في لي كومونتير حيت شفتهم وكيجيو بنانين بزاف. كيجيو هكا مقرمشين، وهداك الفرماج سايح من الداخل، ما كيجيوش مدقسين، كيجيو بنانين بزاف وخطيرين البنات. والله الا غير جربوهم ما غاديش تندموا، وساهلين ماهلين، ما كياخذوش الوقت بزاف، ما كياخذوش بزاف ديال المكونات. كيف ما قلت لكم الا عندكم الفرماج ديروه، الا ما عندكمش ما ديروش. كاين اللي كيزيد على هذاك الفرماج شويه ديال الفلفله هكا مقطع طريفات كتكون حاره باش هكا كيعطيوها بحال الشكل ديال تشيلي تشيز كروكيت اللي كتشوفوا في برجر كينغ ولا في ماكدونالدز، كيجيو فريمون بنانين بزاف. المهم انا ما درتهمش حارين وصافي، هادشي اللي كاين. جيسبر غتعجبكم الوصفه ديال هاد النهار. الا كيعجبكم هاد النوع ديال لي غوسات هكا ساهلين ماهلين وبنانين بزاف ما كياخذوش الوقت بزاف بالنسبه للمعجزات اللي بحالي، كتبوا لي في الكومونتير باش هكا نبارطاجي معاكم، حيت بغيتو هاد الانواع ديال الوصفات كيعجبوني بزاف. وانا كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، الا جربتوها ما تنساوش انكم تخلوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم. والصراحه انا متاكده 50% انه غادي تعجبكم. دونك هادشي اللي كاين، جيسبر ان تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش انكم تخلوا لي لايك ديالكم. تينوني اول مره كيشوف القناه ديالي ما تنساش انك تشتركي في القناه وتضغط على جرس الاشعارات باش يوصلك كل جديد. فيديوهات ليكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.